هلا رح نروح لمساحة من العمل الإنساني والتطوعي ضمن محطتنا التالية اللي رح نتعرف فيها على عمل جمعية كان لها حضور وتواجد في الميدان، ميدان العمل. جمعية القدس الخيرية رح نتعرف بشكل موسع عن أنشطتها وعن هدول التفاصيل كلها مع المدير التنفيذي في الجمعية نورس جلبوط ومسؤولة قسم الإعلام نور بغاجاتي. يسعد صباحكم وأهلا اهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. هلا يسعد صباحكم نورس ونور، اهلا وسهلا فيكم. يعني بالبدايه خلونا ناخذ فكره اكثر عن الجمعيه، تخبرنا عنها نورس. هلا جمعيه القدس الخيريه هي مرخصه من وزاره الشؤون الاجتماعيه والاعمال، فعليا اشهرت بسنه 2012. الجمعيه تعنى باربع جوانب: الجانب الصحي والجانب الخيري والجانب التعليمي واخيرا الجانب التنموي. كانت الجمعية فعلياً هي مقرة بداخل منطقة اليرموك، وهلأ حالياً هو بمنطقة الشاغور بحي المزاز. فعلياً الجمعية تعنى بشق أكبر بجانب الأيتام، هي كفالة اليتيم ورعايتهم بشكل شهري. كان في إلى فعلياً نحن بداخل رمضان العديد من الأنشطة اللي استهدفت عدة مناطق، إن كان على مستوى دمشق أو نعم. ريفا. حلو كتير. يعني يمكن هدول التفاصيل نحن تعرفنا عليها من حضرتك نورس. رح ننتقل لنور وهي مسؤولة قسم الإعلام بالجمعية. دائما كل جمعية عن جد هي بحاجة لتنسيق إعلامي، تنسيق أيضا لنقدر نتعرف أو يتعرفوا عليها العالم بشكل أوسع. نحكي عن طبيعة العمل نور وكيف عم بيتم تنظيم العمل والتنسيق ضمن فعاليات الجمعية. بالضبط. يسعد صباحك اول شيء. هلا نحن بالجمعيه في عندنا فريق مختص بالاعلام. هلا هو في يمكن خطا بالتوصيف، انا مسؤوله قسم العلاقات العامه. العلاقات العامه والاعلام. اي بالضبط، بس تمام. يعني في الي مشاركه بقسم الاعلام، بس في عندنا مسؤول لقسم الاعلام. حلو. بالجمعيه المبادرات اللي نحن بنعملها او اي شيء بيكون بالجمعيه فبيكون في فريق عندنا للاعلام بيطلع بيغطي هاي الفعاليات. حلو كتير. سواء بتصوير ولا مونتاج او فيديو لاي فعاليه بتصير داخل مقر الجمعيه او خارج مقر الجمعيه، وبيتم بعدين النشر عبر تواصل المواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قنوات تليجرام، انستغرام، حتى الناس بس يكون في مصداقيه للشغل اللي نحن عم نعمله. نعم. يعني خبرونا كمان، كان مر شهر رمضان الكريم، مر العيد، هدول المناسبات دائما كمان بالنسبة للأيتام هي مناسبات حلوة، ودائما نعرف الجمعيات بتستغل هالمناسبات لتقوم ببعض الأعمال. قمتوا بالشي بشهر رمضان والعيد؟ عملتوا الشي للأيتام؟ هلا كان في، نحن بنعرف شهر رمضان هو شهر الخير دائما، التجار أو الأيادي البيضاء والشركات هي دائما بتعطي منح لهي الجمعيات. كان في عنا فعليا عدة مشاريع، كان في عنا مشروع بصمة القدس اللي هو فعليا كان بيستهدف دمشق وريفا بتوزيع طرود غذائية للعائلات المستفيدين. نحن فعليا ضمن المستفيدين في عنا خمس شرائح تستهدف الأيتام، ذوي احتياجات خاصة، أمراض مزمنة، مهجرين. قدرنا يعني نوزع ما يقارب 432 سلة غذائية على مستوى رقعة دمشق وريفا بشكل كامل. قدرنا نساوي مطبخ مركزي بداخل منطقة الشاغور. عملتوا مطبخ؟ مطبخ مركزي، كان نطبخ بشكل يومي، ينزل المتطوعين اهل الحي يساعدونا. حلو. يتم الطبخ من يعني بتذكر من الساعه 8 الصبح ننتهي على الاذان فعليا. نحن حتى وزعنا، شمل التوزيع ما يقارب مناطق الاكثر عوزا. تمام. كان في، قدرنا نفوت على منطقه اليرموك، قدرنا نوزع منطقه الشاغور والصناعه، منطقه الحسينيه، منطقه صحنايا جديده، قدرنا نوزع قدر الامكان بكل رقعه موجوده في احتياج لها بعد دراسه. فعلا احنا عم نحكي عن 3 اشهر من دراسه قسم الاحصاء للعائلات الاكثر عوزا. كان في فينا نقول المشاريع الاحلى فعليا اللي هي الافطارات الايتام. احنا قدرنا نساوي 3 افطارات ايتام بصاله، نحجز صاله او منتزه، يجي عائلات الايتام مع اطفالهم، نساوي فقرات العاب وحكواتي ويجي المسحراتي. حلو. ويتم فيها توزيع كفاله ماليه، ويتم فيها يعني على موائد الرحمه كلياتنا ناكل مع بعض. نعم. حلو. وكان في ختامه اللي هو فعليا كسوه العيد. حلو. كانت بمنطقه الفحامه، بنحجز محل. كل مناسبه بتختاروا منطقه معينه لتطلعوا. تمام، منطقه معينه مشان يعني نحاول نغطي اكبر عدد ممكن. حلو. من المناطق، لان اليوم نحن المناطق الجغرافيه
في فعليا وضع اقتصادي شايفينه قد ايه صعب على سوريا، اثر يمكن على كثير من العائلات، فهالجمعيات مهمتها اليوم هي تكون عون للسوريا، عون للحكومات، للوزاره، لنحن نقدر نغطي مع بعض قدر الامكان اكبر شريحه ممكنه. يعني نورس حكيت تفاصيل وخاصه بالايادي البيضاء اللي هي ساهمت، هون بنرجع للعلاقات لعند نور بما انه هي مسؤوله عن العلاقات العامه ايضا والقسم الترويجي والاعلامي، قديش كان هيك في تواصل وقد ايه كان في تجاوب وخاصه بشهر رمضان وخاصه بهذه الظروف اللي نحن مرينا فيها بهيدا الحرب الاقتصادية؟ خبرينا. نحن عم نبلش قبل شهر رمضان تقريبا بشهر او شهرين، يعني بنحط الخطة اللي نحن بدنا نشتغل عليها بشهر رمضان، فمنبلش بقى نتواصل مع شركات مع تجار. طبعا كان في كثير تجاوب معنا من التجار، من شركات معروفة، من اصحاب اموال، يعني كان لهم كثير فضل بانه نحن نقدر نغطي احتياجات هاي الناس بهذا الشهر الفضيل، فكان تعب علينا اكيد يعني، بس قدرنا نوصل لنتيجه كنا رضيانين عنها. حلو كثير. طيب نورس خبرنا، في شيء جديد عم تحضروا له؟ مشاريع جديده حابين تغطوا؟ فعاليات معينه؟ وخاصه بنعرف اليتيم دائما هو بحاجه حنان، يعني هي الكلمه يعني اللي بمحلها اللي هو بدور دائما عليها، بحب يلاقي حنان بالتعامل ويحب ينخرط بالمجتمع بشكل عام، يعني انه يلاقي اولاد يلاقي كذا، ففي فعاليات فعليا عم بحاول يساوي بشكل مستمر اسبوعيا او شهريا، عم بيكون في الاطفال الايتام عم بيسووا لهم مثل جو ترفيهي، فقرات العاب، فقرات تنمويه. هي كل قديش؟ هي فعليا نحن بشكل اسبوعي عم بتكون أسبوع. بشكل اسبوعي كل اسبوع بمنطقة، يا بمقر الجمعيه يا اما بمنطقه معينه نحن قادرين نصل لها او في مكان قادرين نحن نغطي فيه هاي الفعاليات. هلا فعليا الجمعيه رايحه للعمل على ام اليتيم اكثر. اليوم نحن بدنا نحاول نوصل ام اليتيم انه هي مو نحن بس بنعطيها كفاله يتيم او اعانه ماليه او اعانه ماديه، لا، اليوم عم نحاول قدر الامكان نخلق دورات مهنيه، نحن نعلمهم دورات مهنيه، هي الدورات ندخلهم لسوق العمل، نعطيهم فعليا المواد الاوليه ليشتغلوا اي مشروع صغير ليقدروا يعيلوا العيله تبعهم، دون يعني نحن كلياتنا بنعرف تشجيع المشاريع الصغيره تماماً. لا هيك دخل يكون اكثر للعائله لانه تكون مستقله ماديا، يعني على مثل لا تعلمني كيف اكل السمكه علمني كيف اصطادها. فنحن هلا بدنا نعلم قدر الامكان الام شلون نحن نحافظ على حالنا، شلون نحن نقدر نطور حالنا، نكتسب مهاره مهنيه معينه، هاي المهاره رح يتم صقلها بداخل الجمعيه بدورات مدربين اكاديميين بمعدات مهنيه معينه، بعدين نحن كفريق هون بالعلاقات رح يتم الترويج لهدول الاشخاص لنقدر نامن لهم فرص عمل، هاي فرص العمل فعليا هي تحقق لهم دخل مالي دون يعني نوصل لمرحله الجمعيات اذا بدنا نضل نحن عم نقدم بس معونات ماديه او معونات ماليه هو كثير حمل تعب، وخاصة بالوضع اللي نحن موجودين فيه، لا اليوم نحن بالعمل نحن فعليا عم نطور هذا الشيء، لازم كلياتنا نروح لموضوع مشاريع صغيرة، كلياتنا نشتغل سوا لنقدر نحن ننهض بالعائلات، لينهض مجتمع وتنهض دولة فعليا. حلو كثير، يمكن عم تحكي عن فكرة وعمل إنساني تعودنا عليه من الشباب خلال فترة الحرب، دائما هناك في عنا بيقولوا بالطاولة هيك في عنا أجندة دائما بنخليها احتياطية، هي لمواكبة الظروف، أحيانا ظروفنا ما بتسمح لنا أنه نحن نطبق كل شيء نحن حاطينه، ودائما نحن بنتأمل الخير أنه نقدر نعمل خطط جاي. يعني هيك لمحة صغيرة نورس، شو خططكم هلا مع هيك بداية الخير والانفراجات ان شاء الله؟ هلا ان شاء الله نحن بدايه بنركز على موضوع تنميه المشاريع الصغيره، يعني هدفنا اليوم انه نحن قدر الامكان تحاول بنقول العجله تمشي لحالها مجرد ما نحن حطيناها على السكه، بالاضافه نحن ما بنقدر ننقطع على موضوع الايتام وموضوع التعليمي تبعهم، نحن هلا رح يكون في نادي صيفي، هذا النادي بواكب شق تعليمي وشق ترفيه، الشق التعليمي نحن نرمم فتره كورونا صار انقطاع يمكن باخر شهر لهدلون الاطفال، فنحن رح نحاول نرمم الفاقد التعليمي اللي صار بداخل مقر الجمعيه او الفروع الموجوده لها. كمان بدي اسالك يا نور، يعني في تشبيك مع مؤسسات حكوميه، مؤسسات خاصه، في دعم لكم معين؟ كيف عم يتم هذا التشبيك؟ التسهيلات، الاجراءات اللي عم تقوموا فيها حتى تجتمعوا وتعملوا اي نشاط؟
تمام. هلا بالنسبة لدعم من جهات حكومية، نحن لا ما عندنا دعم، دعم كله من جهات خاصة بيكون. نعم. بس نحن اللي بنشبك معهم بموضوع الزيارات الميدانية اللي نحن بنعملها بالفعاليات مثل دار العجزة، دار الكرامة، نحن طلعنا عليه، فهذا بتشبيك مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. نحن على دار الأمل للأحداث، فهذا كله بيكون إجباري تشبيك مع جهات طبعا. حكومية حتى نحن نقدر ندخل لهي الأماكن. بس كدعم مالي أو مادي فهو لا، نحن كلها جهات خاصة. نعم. نحن نتمنى أيضا الدعم من كل أكيد. الجهات، وهذه رسالة أكيد. عبر شاشة الإخبارية لكل العالم صح. يعني لا يساهموا بشيء يمكن هن كمان بيكونوا عم يعطوا مثل ما أنتم عم تعطوا. دائما العمل الإنساني هو عطاء، والعطاء شيء جميل. حابب هيك توجه رسالة لكل يلي هلأ عم بيتابعكم من منبر الإخبارية. شكرا للإعلام اللي هو أساس فعليا، دائما الجهات الإعلامية هي اللي بتمنحنا مصداقية نقدر نوصل للأشخاص الخيرين اللي هن بدهم يقدموا. فعليا الرسالة بدي أوجهها اللي هو فعليا العمل من الذات أو العطاء اللي مثل ما عم نحكي هو بيخلق رضا عند كل واحد منا، لكل شاب وصبية. اليوم ممكن عطاء بسيط ممكن تقدمه لأي حدا محتاج، هو بيريحك من جوا، هو بيعطيك شعور الرضا الذاتي أو شعور الرضا الداخلي. بتمنى من كل الشباب من كل الصبايا، نحن اليوم جيل الشباب فعليا يعني قليل نلاقي شباب بهذا الجو او بهذا الخضم، بس اليوم لا الشباب السوري عم نشوفه نحن بكل ميادين العمل الخيري. فانا بوجه لهم شكر لكل متطوع ان كان بجمعيه القدس الخيريه او باي جمعيه اخرى. نعم نورس، وخاصة يمكن ردود فعل الأطفال هي اللي بتعلق بالذاكرة صحيح. دائما، وطفل اليتيم مثل ما قلنا يعني بحس بأنه أي حدا بيعطيه حنان هو من أهله صحيح. فكمان أحكي لنا هيك على السريع موقف معين صار معك ما بتنساه بالنسبة للأطفال. بكسوة العيد كنا عم يعني جاي نحن بيجي الطفل مع أمه بفوتوا على محل بنقوا أي شيء من الثياب اللي هن بحاجتها. فطفل كان صار لي انا يمكن ما شايفه يمكن شي سنتين، كنت اشتغل بمطرح ثاني فالتقيت فيه بداخل هاي الجمعيه. فلما شافني قال لي استاذ انا بدي ضل انت لاحقني من كل مطرح لمطرح، بضل احبك انا. فهاي الشعور انك انت اليوم لما تاركي عن جد بصمه بداخل هذا الشخص قد ايه مأثرين نحن فيه. فاليوم هذا الشيء بيعطينا نحن سعاده، قوه اكبر لنكمل. نعم. لنقدر نستمر بهذا المجال ان شاء الله يا رب. وايضا نور هيك شو حابه تقولي بالختام، يعني رسالة بدك توصليها أيضا مثل ما قالت زينب لنورة، شو الموقف اللي أثر فيكي؟ أول شيء بدنا نتشكركم إنه فتحتوا لنا هاي الفرصة لحتى نحن نحكي عن الجمعية. وثاني شيء أكيد بدي أتشكر أستاذ نورس لأنه هو الداعم الأكبر لكل المتطوعين بالجمعية. وبدي أتمنى من كل أي شاب أو صبية إنه لسه عندهم تردد إنه هن يروحوا يشاركوا بعمل تطوعي، لأنه هن أخذين فكرة غلط، يعني لأنه في جهات عم بيكون التطوع فيها بطريقة غلط. فأي حدا بيحب يتطوع فنحن جمعيتنا أكيد مفتوحة لأي شاب أو صبية بيحبوا يكونوا من عائلتنا. نحن أكيد يعني نفتخر بالجمعيات التطوعية اللي هي بسوريا، وبتحسي سالي إنه أغلب الشباب هلا عم بيروحوا على الجمعيات التطوعية صحيح. لحتى يكون عندهم تجربة عملية خلينا نقول بالحياة كمان، لأنه هي بتسقل خبرات دائما بنقول جملة بمسك الخدام، زرعوا حب بتحصدوا حب وزرعوا خير بتحصدوا خير، وسوريا بتستاهل يا أولادها. شكرا لكم ولوجودكم معنا موفقين. شكرا كثير لعائلكم.